بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم. درسنا اليوم هو بعنوان أسلوب النداء، درس النداء أو قاعدة النداء. درس من الدروس المهمة، مهم لذاته ومهم لأنه أيضا من الدروس الثانوية العامة، من الدروس التوجيهية. خلينا نتعرف على درس النداء مع بعض، نتعرف على قواعد النداء. بداية خلينا نتعرف على تعريف النداء. ما المقصود بأسلوب النداء؟ النداء كتعريف يعني هو دعوة المخاطب للانتباه أو الإقبال، دعوة المخاطب للانتباه أو للإقبال بإحدى أدوات النداء. الآن أسلوب النداء يتكون من ركنين أساسيين: أداة النداء بالإضافة إلى الاسم المنادى. أداة النداء بالإضافة إلى الاسم المنادى. خلينا نتعرف على أدوات النداء ونتعرف على الاسم المنادى. الآن أدوات النداء اللي إحنا بدنا إياهم المعروفين والمشهورين هم خمسة. الأداة الأولى اللي هي الأداة يا، وهي أشهر أدوات النداء. يليها أيضا الهمزة، وعندنا أيضا إذا بنجمع الهمزة مع الياء بصير عندي أيا، وعندي الأداة هيا بالإضافة إلى الأداة وا، وهي تستخدم إلى شيء بسموه النتبة، نداء النتبة. هذول هم الأدوات. طبعا بقسموهم أداة نداء للقريب وأداة نداء للبعيد، لكن ما نفوت بهاي المتاهات لأنه إحنا في غنى. إذا بدنا نعرف أدوات النداء الياء والهمزة وأيا وهيا بالإضافة إلى واو، وحكينا تستخدم نداء. اللي بهمنا إحنا بصراحة بهذا الدرس هو الاسم المنادى، الاسم المنادى وتقسيماته وتصنيفه. لازم نعرف إنه الاسم المنادى يقسم إلى قسمين أساسيين. الأول بنسميه المنادى المعرب، والثاني بنسميه المنادى المبني. إذا الاسم المنادى قسمين: منادى معرب ومنادى مبني. الآن المنادى المعرب له ثلاثة أقسام. الأول هو المنادى المضاف، والثاني بسموه الشبيه بالمضاف، والثالث يسمى بالنكرة غير المقصودة. أما المنادى المبني فيقسم إلى قسمين: المنادى العلم والنكرة المقصودة. في هذا الدرس طبعا بدنا نتعرف على المنادى المعرب والمبني، إعرابهم، كيفية تحديدهم، بالإضافة راح نحل أسئلة الكتاب مع بعض إن شاء الله. خلينا نبدأ بالدرس على بركة الله. النوع الأول أو القسم الأول من المنادى اللي هو بنسميه المنادى المعرب، طبعا بسموه أيضا المنادى المنصوب، منادى المعرب أو المنادى المنصوب. بالبداية خليني بس أوضح لك التالي، إنه المنادى المعرب بأقسامه الثلاث، سواء منادى مضاف أو شبيه المضاف أو نكرة غير مقصودة. الحالات الثلاثة للمنادى المعرب هذا إعرابها ثابت دائما وأبدا، يعرب المنادى كالتالي: أحكي في إعرابه منادى منصوب بالفتحة أو منادى منصوب بتنوين الفتح، وهذا إعراب ثابت للمنادى المعرب. مرة ثانية، المنادى المعرب أو المنادى المنصوب بحالاته الثلاث، المنادى المضاف وشبيه المضاف والنكرة غير المقصودة، دائما يعرب ذات الإعراب منادى منصوب بالفتحة أو منادى منصوب بتنوين الفتح. يعني أسهل شيء بالمنادى إن نعربه اللي هو إعرابه الثابت. أيضا إذا طلب منا ضبطه أيضا نفس الشيء، ضبطه بده يكون إما فتحة أو تنوين فتح زي ما راح نتعرف الآن. خلينا نفوت بأنواع المنادى وندرسهم واحد واحد. النوع الأول اللي هو بنسميه المنادى المضاف. بداية إيش يعني منادى مضاف؟ من اسمه يعني بده يكون عندي الجملة منادى، أو بده يكون عندي مضاف ومضاف إليه. فتعريف أو مفهوم المنادى المضاف هون إن المنادى بده يكون مضاف لإسم بعده، منادى مضاف لإسم بعده بده يتمم المعنى. الشكل التقليدي للمنادى المضاف بده يكون كالتالي: بعد أداة النداء، فلنفرضها يا لأنها حكينا هي أم الباب أو أكثرها شهرة، بعد أداة النداء بده يكون عندي اسمين. شرط الاسم الأول إنه يكون اسم نكرة، والثاني معرفة أو معرف بأن.
الآن الشرط الثاني عندي إنه الاسم النكرة يجب إنه تكون حركته فتحة، والاسم المعرفة بده يكون اللي هو المضاف إليه بده يكون موقعه الجر، بالأغلب حركته بدها تكون كسرة، بالأغلب حركته بدها تكون كسرة. زي ما أجي أحكي لك يا طالب العلمي، يا طالب العلمي، نحلل الجملة، اليا هي الأداة وطالب هو الاسم المنادى. الآن إيش الأسئلة اللي أنا ممكن أسألها على مثل هيك جملة؟ أسئلة متعددة لكن كلها يعني إذا أنت فهمت الفكرة راح تجاوب. ممكن أسألك بين نوع المنادى، بين نوع المنادى، مباشرة تحكي لي يا طالب العلمي هاي منادى معرب، تفتح قوس تحكي لي هاي منادى مضاف. طيب أنا كطالب شو بدي أعرفني إنه هذا المنادى هو منادى مضاف؟ باجي بتفرج على الجملة، عندي اسمين وراء بعض، الأول نكرة والثاني معرفة، النكرة حركته فتحة والمعرفة كسرة، إذا مباشرة هذا منادى مضاف لأنه شكل عندي مضاف ومضاف إليه. أيضا ممكن أحط لك خط تحت كلمة طالب، أحكي لك أعرب لي كلمة طالب مباشرة. طبعا احفظوها، إذا استطعت تمييز نوع المنادى هل هو معرب أو مبني خلصت من ناحية الإعرابية، لأنه خلص كل المنادى المعرب، كل المنادى المعرب بأنواعه الثلاثة يعرب نفس الشيء، منادى منصوب بالفتح. تمام، إذن إعراب طالب أحكي له والله طالب منادى منصوب بالفتح الظاهرة على آخره وهو مضاف، أما كلمة العلمي هي مضاف إليه مجرور بالكسر. في عندي كمان شكل آخر وهو مهم جدا بالنسبة للمنادى المضاف، إنه بيجي عندي بعد الاسم النكرة، طبعا بعد أداة النداء حكينا بيجي اسم نكرة، الاسم النكرة هذا بدي يكون متصل بضمير، الاسم النكرة مرة ثانية بدي يكون متصل بضمير، بالأغلب ضمير الياء، زي ما أحكي لك كلمة يا صديقي، لاحظ كلمة صديق هو عبارة عن اسم نكرة، إيش اتصل فيه؟ اتصل فيه ضمير الياء، فأيضا هذا يسمى بالمنادى المضاف. إذن المنادى المضاف بده يكون هو مضاف بكل حالاته، إما مضاف إلى اسم بعده أو مضاف إلى ضمير. النوع الثاني من أنواع المنادى المعرب لو بنسميه المنادى الشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. إيش يعني شبيه بالمضاف؟ المنادى الشبيه بالمضاف بدك تركز معي عشان تميزه عن المضاف وتعرف كيف تحدده بالجملة. الآن المنادى الشبيه بالمضاف، تعال هون، الشبيه بالمضاف كالتالي تميز. المنادى فيه بده يكون اسم مشتق للمشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول إلى آخره، وشرط المشتق هون إنه يكون منون، شرط أساسي فيه المشتق إنه يكون منون، يكون حر عليه تنوين فتح، وما بعده يجب أن يتمم معناه، والاسم اللي بعده يجب أن يتمم معناه. فرج علي على المثال هون في قولنا يا طالبا العلم، يا طالبا العلم، أول شيء بجملة المنادى لازم تحدد النوع عشان تعرف أو تضبط أو تتعامل معه. في جملة يا طالبا العلم عندي اسمين بعد أداة النداء، طالبا والعلم، لاحظ أنه كلمة طالب هي عبارة عن اسم نكرة، أما العلم هي اسم معرفة. طب يا أستاذ اختلط عندي المثال الأول بالمضاف مع المثال الثاني، لا يا حبيبي ركز معي شوية صغيرة، في كلمة طالبا هون لاحظ أنه طالب هي اسم مشتق على وزن فاعل، فهي اسم فاعل، لكن لاحظ معي هون أنه كلمة طالب منونة بتنوين الفتح، بينما كلمة طالب في المثال الأول هون هي عليها فتحة. إذن شرط المنادى المضاف أن يكون منونا بتنوين الفتح وما بعده يتمم معنا. طيب إذن عرفنا أنه بما أنه كلمة جملة يا طالبا العلم هاي منادى شبيه بالمضاف، ممكن يحط لي خط على كلمة طالب ويحكي لي أعرب لي كلمة طالب، مباشرة بحكي له منادى منصوب بتنوين الفتح الظاهر على آخر. طبعا احنا مش مطالبين بإعراب ما بعدها اللي هي كلمة العلم، طبعا هو راح يكون إعرابها مفعول به منصوب لاسم الفاعل، انت مش مطالب فيه. النوع الثالث من أنواع المنادى، المنادى المعرب طبعا، اللي هو عندي المنادى النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة. شو المقصود بكلمة أو بمفهوم النكرة غير المقصودة؟ يعني باختصار بدي يكون عندي اسم نكرة لكن هذا الاسم النكرة لم يقصد به شخص بعينه، لم يقصد به شخص بعينه. لما أحكي مثلا يا طالبا
يا معلما يا شرطيا إلى آخره. طيب كيف أنا بدي أميزه عن غيره؟ تفرج معي هون، أنا بحكي لك هون الملاحظات هاي كشكل تقليدي عام لا 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 لا, لا, لا الشكل أو جملة النداء. لما أحكي يا طالبا، لاحظ إنه كلمة طالبا عبارة عن اسم نكرة وحركتها تنوين فتح، لكن لا يوجد بعدها كلمة تتمم معناها. زي ما أحكي هون مثلا يا طالبا أدرس، لاحظ إنه كلمة أدرس ما إجت تممت للمعنى. أنا الفكرة والتركيز عندي على الأسلوب نفسه، لو فكرة النداء أو الاسم المنادى. إذن عشان مرة ثانية نميز حالات المنادى، المنادى المعرب ثلاث أنواع: منادى مضاف وشبيه بالمضاف ونكرة غير مقصود. المنادى المضاف عبارة عن اسم نكرة يتلو اسم معرفة، الأول شرطه الأساسي تكون حركته فتحة وليس تنوين فتح، فتحة، والمضاف إليه بده يكون في حالة الجر، أو بده يكون عندي اسم نكرة مضاف إليه ضمير زي كلمة يا صديقي. أما الشبيه بالمضاف حكينا بده يكون اسم نكرة شرطه يكون من المشتقات ومنون، والاسم المعرفة ده تكون حركته فتحة. أما النكرة غير المقصودة بده يكون نكرة مش مقصود فيها شخص معين، شخص بعينه يعني محدد، والاسم النكرة هذا بيكون حركته تنوين فتح. الحالات الثلاثة دول بنسميه منادى معرب، المنادى المعرب بنعرفه منادى منصوب بالفتح أو منادى منصوب بتنوين الفتح. النوع الثاني من المنادى اللي هو بنسميه المنادى المبني، المنادى المبني يا جماعة هو قسمين، الأول بنسميه المنادى العلم والثاني اللي هو النكرة المقصودة. منادى العلم والنكرة المقصودة، ما نخربط هون لأن النكرة غير المقصودة من جماعة المنادى المعرب، أما النكرة المقصودة هي من جماعة المنادى المبني. الآن ما المقصود بالمنادى العلم؟ منادى العلم يا جماعة هو يعني بعد أداة النداء بده يكون عندي اسم معرفة، اسم معرفة بالأغلب بده يكون اسم إما إنسان أو اسم بلاد، اسم بلد أو اسم مدينة، زي ما نحكي يا محمد ويا فلسطين، يا خالد، يا فاطمة، يا قدس، يا بغداد إلى آخره. إذن إذا وجدنا اسم معرف أو اسم معرفة بعد أداة النداء يسمى مباشرة منادى علم. الآن المنادى العلم كيف تعربه أو كيف تتعامل معه؟ قاعدة إعراب المنادى المبني هي كالتالي: المنادى المبني دائما يبنى على ما يرفع به. مرة ثانية، المنادى المبني دائما يبنى على ما يرفع به في محل نصب. ليه؟ لأنه الأصل في النداء هو النصب، لكن هذول الحالتين المنادى العلم والنكرة غير المقصودة خرج شوي عن القاعدة، فيبنوا على ما يرفع به في محل نصب. طيب يا أستاذ هاي الجملة والله ماني فاهمها، إيش يعني يبنى على ما يرفع به؟ لاحظ معي أنه الاسم المنادى راح يكون واحد من ثلاث حالات: إما بده يكون اسم مفرد، وإما اسم مثنى، وإما اسم جمع. الآن إذا كان الاسم المنادى اسم مفرد، مباشرة اسم المفرد بماذا يرفع؟ يرفع بالضمة، زي كلمة يا محمد. هون لو حطينا خط على كلمة محمد وحكيت لك أعرب لي كلمة محمد، أول شيء بدك تفكر فيه إنه هذا أسلوب نداء، بعد أداة النداء إجا عندي اسم معرفة اللي هو كلمة محمد. الآن بتسأل حالك اسم سؤال: محمد اسم مفرد ولا جمع ولا مثنى؟ لا والله محمد اسم مفرد. إذن بعرب منادى مبني، فرج على حركته، حركته الضم. إذن بحكي منادى مبني على الضم في محل نصب. أيضا في كلمة يا فلسطين، عرب لي كلمة فلسطين، بحكي لي منادى مبني على الضم في محل نصب، لأن الأصل في المنادى المبني أن تكون مبني على الضم إذا كان اسم مفرد، واللي هو الأكثر شهرة وشيوعا. طيب إذا إجا عندي جملة زي هاي: يا محمدان، يا محمدان. لاحظ أنه كلمة محمدان هي عبارة عن اسم مثنى بدلالة الألف والنون. الآن المثنى نتذكر مع بعض بماذا يرفع؟ يرفع بالألف والنون. إذن لو طلب مني إعراب كلمة يا محمدان، بحكي له مباشرة محمدان هي عبارة عن منادى مبني، منادى مبني على الألف في محل نصب. ليه منادى مبني على الألف؟ لأنه منادى
لأن المنادى اسم مثنى، لأن المنادى اسم مثنى. في جملة أيضا يا محمدون، لاحظ أن محمدون هون عبارة عن جمع، عبارة عن جمع، جمع مذكر سالم بدلالة الواو والنون في آخر الكلمة. فمحمدون لو نيجي نعربها بنحكي منادى مبني على الواو في محل نصب. إذن حكينا أول شيء بدنا نحدد نوع المنادى اللي هو العلم، والعلم من جماعك المبني. الآن كيف بدي أعرف أنه علم؟ العلم بدي يكون اسم معرفة، بالأغلب اسم إنسان أو اسم بلاد أو اسم مدينة. كيف بعربه؟ مباشرة بعرب منادى مبني على حركته في محل نصب. إذا كان اسم مفرد منادى مبني على الضم، إذا كان مثنى منادى مبني على الألف، إذا كان جمع بحكي منادى مبني على الواو، وكلهم في محل نصب لأنه الأصل في المنادى أنه يكون منصوب. أما النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، آسف، النكرة المقصودة اللي هي النوع الثاني من أنواع المنادى المبني، بعد أداة النداء بده يكون عندي اسم نكرة عشان تميزه باختصار. مش اسم إنسان ولا اسم بلد ولا اسم مدينة، هو اسم نكرة لكن أنا قاصده. هي معنى كلمة نكرة مقصودة. ببساطة تتفرج على الجملة اللي بين إيديك، إذا كانت هذا الاسم نكرة ولا يدل على إنسان أو بلد أو مدينة فهو مباشرة أحكي عنه نكرة مقصودة. زي ما أحكي مثلا يا أرض أو يا سماء، لاحظ أنه هنا أنا قاصد هذه الأرض أو قاصد هذه السماء. أو مثلا لما أجي أحكي يا متخاصمان أو يا متخاصمون، لاحظ أنه هاي الأسماء المنادى جاءت مرة في حالة الإفراد ومرة في حالة التثنية ومرة في حالة الجمع. لو طلب منا إعرابها مباشرة يا أرض أو يا سماء بحكي في إعرابها، منادى مبني على الضم في محل نصب. أما في كلمة يا متخاصمان، لاحظ أنه متخاصمان هي اسم مثنى بدلة الألف والنون في آخرها، إذن شو بعربها؟ بحكي عنها منادى مبني على الألف في محل نصب، ويا متخاصمون منادى مبني على الواو أيضا في محل نصب. إذن بدنا نعيده أو نشيك عليه، أنه لازم نعرف أن المنادى يقسم إلى قسمين، حكينا منادى معرب ومنادى مبني. منادى المعرب حكينا حركته فتحة أو تنوين فتح. المنادى المبني في حالة الإفراد، منادى المبني في حالة الإفراد بتكون حركته الضم فقط، تكون حركته الضم. أما إذا كان مثنى أو جمع حسب حالة التثنية أو الجمع. منادى المعرب قلنا هو منادى مضاف وشبيه بالمضاف ونكرة غير مقصودة. أما المنادى المبني هو المنادى العلم والمنادى النكرة المقصودة. ننتقل لتدريبات الكتاب ونحل الأسئلة مع بعض. التدريب الأول بحكي لنا استخرج المنادى وبين نوعه، استخرج المنادى وبين نوعه. احنا ضفنا لها الإعراب عشان يعني نتدرب عليها. واحد قال تعالى يا نار كوني بردا وسلاما، وين المنادى عندي؟ اللي هي كلمة نار أو أسلوب النداء كله في جملة يا نار. لو طلب منا تحديد نوع المنادى تحكي له والله النوع هو منادى مبني وقسمه هو نكرة مقصودة، مبني نكرة مقصودة. في إعراب كلمة نار بنحكي والله نار هي عبارة عن منادى مبني على الضم في محل نصب. الأغلب ها في المنادى المبني إنه يكون حركته ضم، لأنه بالأغلب يجيني في حالة الإفراد، ممكن إنه يجيني في حالة التثنية أو الجمع لكنه قليل جدا يعني، وحتى بالاستخدام مش كثير هو أصلا مستخدم. فتقدر يعني أنت تطلق تعميم يعني إنه المنادى المعرب حركته فتحة، أما المنادى المبني مباشرة حركته ضم. طبعا حكينا في حالة الإفراد. مثال الثاني يا سوسن لك مستقبلا زاهر مثلا، لاحظ أن كلمة سوسن هي اسم معرفة فهي اسم علم، فنوع المنادى هو مبني ومن قسم العلم. يا رجل الناس سواسية في الحقوق والواجبات، أيضا هو منادى مبني ونوع نكرة مقصودة. يا ميساء ويا ريم هو أيضا منادى مبني وهو منادى علم. إذا طلب إعراب أي منادى سواء كان علم أو نكرة مقصودة في حالة الإفراد مباشرة بحكي له هل كم كلمة منادى مبني على الضم في محل نصب، إذا كان مثنى بحكي له منادى مبني على الألف في محل نصب،
إذا كان جمع مذكر سالم بحكي المنادى مبني على الواو في محل نصب، لكن إحنا بنركز على الحالة الأولى اللي هي حالة الإفراد، فبكون منادى مبني على الضم في محل نصب. التدريب الثاني بحكي نستخرج المنادى المعرب أو المنادى المبني، يعني بشكل عام هنا مخلوطين مع بعض. نيجي بنشوف المثال الأول، يا أكرم أطع والديك. يا أكرم، لاحظ أنه أكرم هو عبارة عن اسم علم، اسم إنسان، فمباشرة بحكي له منادى مبني وهو منادى علم. طبعا هو مبني على الضم، ليه؟ لأنه اسم مفرد. طبعا هاي بس للتوضيح مش أكثر. في الجملة الثانية، يا مجتهدون أبشروا بالفوز. يا مجتهدون، أيضا مجتهدون عندي هون منادى مبني وهو نكرة مقصودة، طبعا هون بني على الواو لأنه جمع مذكر سالم. في جملة يا أبا مؤنس أحبب الناس يحبوك. يا أبا مؤنس، أبا مؤنس، لاحظ أنه هنا أنا بتحدث عن تركيب الإضافة، مضاف ومضاف إليه، فهو منادى معرب الأسماء الخمسة، طبعا منادى معرب مضاف اللي هو من أقسام المنادى المعرب. في جملة يا عارفا الإرشادات تقيد بها، يا عارفا الإرشادات، لاحظ أنه كلمة عارف اسم نكرة لكن شماله منون، اسم نكرة منون وهو من المشتق منون، إذن هو معرب وهو نكرة غير مقصودة. هلأ كلمة الإرشادات تحكي الأستاذ أنت حكيت لي هي فتحة، نعم هو الأصل أنها تكون فتحة، لكن هون عندي الإرشادات هي إيش؟ جمع مؤنث سالم، هي جمع مؤنث سالم، عشان هيك جاءت حركتها الكسر. نيجي ننتقل لتدريب آخر اللي هو الإعراب. أعرب ما تحته خط. قال تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء. المطالبين في إعراب كلمة أخت هارون، أخت هارون. لاحظ معي أنه طبعا الياء هي أداة نداء لا محلها من الإعراب. كلمة أخت هي منادى منصوب بالفتح الظاهر على آخره وهو مضاف، وهارون هو مضاف إليه مجرور بالفتحة لكنها عوضا عن الكسرة. ليه؟ لأنه ممنوع من الصرف. احنا حكينا المنادى المضاف بده يكون فتحة كسرة، يعني الاسم الثاني بده يكون حركته كسرة، هو هون مضاف إليه مجرور بالفتحة بدل من الكسرة لأنه من الأسماء الممنوعة من الصرف. في جملة يا نورو أنت مثال التميز، لاحظ هون أنه كلمة نور هي منادى مبني على الضم في محل نصب، يعني ببساطة أنت إذا تفرجت على الكلمة هي حركتها فتحة مباشرة أعرفها منادى منصوب بالفتح، أما إذا كانت حركتها ضمة نحكي مباشرة أنه هو منادى مبني وبعرفه منادى مبني على الضم في محل نصب. عندي هون صباح الخير يا عمان يا فوح الخزامة والندى، لاحظ انه مطالبين احنا باعراب كلمه عمان وفوح الخزامه. عمان عباره عن بلد او عباره عن مدينه او منطقه، اذا هي من جماعه المبني فبعرفها منادى مبني على الضم في محل نصب. يا فوح الخزامه، لاحظ انه انا بحكي عن تركيب الاضافه، فوح الخزامه نكره معرفه، الاسم النكره الاول حركته فتحه والثاني يفترض انها كسره، بس هون جاء الاسم منتهي بألف فالحركة لا توضع عليه إنما تقدر تقدير. ففوح الخزامة، فوح هو منادى منصوب بالفتح الظاهر على آخره وهو مضاف، أما كلمة الخزامة فهي مضاف إليه مجرور بالكسر المقدر على آخره للتعذر، بالكسر المقدر على آخره للتعذر. ليه للتعذر؟ لأنه آخر الاسم عندي. هيك بنكون احنا شباب اتمينا درس النداء وحلينا اسئلته، والله يعطيكم يا ربي الف عافيه.